يلا الله يرضى عليك يا ابو علي. سلام يا ابو علي. في حدا بيعمل ايه؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا ابو علي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا ابو علي. لا لا ماشي ماشي. طبعا احنا عندنا جمهور واقف ما شاء الله وجاهزين. تعالي تعالي شوف واحده من الجمهور. تعالي 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 يا امور ما شاء الله. شوف الجمهور وشوف حالات الجمهور. ما شو اسمك؟ ها رؤى ما شاء الله. مين هذا؟ كروان. عنده اسم؟ ايش اسمه؟ اسمه ديبا. ديبا ما شاء الله. صبغه صبغه ما شاء الله. الكرام أيها الأحباب من أرض الأحرار من أرض الشام من هذه الأرض المبروكة من أرض الشعب الثائر بأخلاقه. ها هنا نجتمع هنا في الشمال السوري. ها هنا نجتمع بجانب مدينة جنديرس المنكوبة. يعلو البنيان وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمار. أن تبذل ما أمكن دوما أن تبني أملا وسلاما أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمار. بقليل أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان أنت العمران. طبعا يعني يمكن الصورة لما ننتقل من بين جنديرس إلى حارم إلى عفرين. إحنا الآن في عفرين تجد كل الطرقات مليانين فيها الناس، ولو دخلت بصورة عشوائية تجد ما شاء الله كبار السن الصغار الرجال الناس كما ذكرت يعني افترشت الأرض والتحفت بالسماء. فتمشي بصورة عفوية تلاقي الأسر وتسمع أوجاعهم وتسمع الكثير من القصص. يعني شوف هذا منزل تجد خلاص الأسرة أصبح هذا مكانها وهذا مقامها. السلام عليكم. حي الله حي الله حي الله حي الله بيك. شرطيين. هلا بيك هلا بيك. الله يحفظك بعرفتك. شرطيين. شكرا والله كيف حالكم؟ بارك الله فيكم إن شاء الله يا أخي. الله يكرمكم. تفضل تفضل إن شاء الله. الله يك زينك مع عافيتك ويكتب أجرك. الله يحفظكم إن شاء الله يا أخي. إحنا معنويات إلنا. هاي بالكفاية أبو. نحن الحمد لله يعني صحة جيدة. نفدنا من الموت يعني. هاي المرة الثانية. إي والله الحمد لله. أخونا أبو محمد مير هذا بيته. هذا بيت هذا طار كله طار كله. حياك الله. الله يحييك ان شاء بس الله. بس ما انخمش عنده ولا واحد. الحمد لله ربنا يسلمه يعني هو وعياله الحمد لله. هي نعمه من الله عليه. ايوه ويشكر كثير شكر لوجه الله تعالى انه ما صار له شيء بس بتصلح. والله الناس هنا يعني سبحان الله في هذا المصاب اللي موجود قاعده تتقلب بين الشكر وبين الحمد. فسبحان الله انعمكم هذا الصبر وهذا الشكر. انت صادقنا وما عليك. احنا عاملين فريق القدم مصابين مطرين الاقدام. احنا في عفرين عندنا 20 لاعب مطرين القدم وحده مثل حكايتنا هون. عندنا اربع حراس مطرين اليد وحده. هاي قانون كره القدم مطرين الاقدام. والحمد لله عم نلعب بهمه ونشاط. اذا بتروح تتفرج علينا شو عم نلعب يعني شيء لا يوصف. انتوا اصلا فريق كره قدم. ايه ايه من مبتورين. احنا اساسا عملنا نشاط اليوم ان شاء الله. قبل الاصابه احنا كنا نلعب كره قدم وهلا رجعنا كملنا بالاصابه الحمد لله رب العالمين. صرنا شيء سنتين ونص تقريبا. سنتين ونص هلا عم نلعب بالاصابه.
يعني انت لاعب كره قدم اي ورجعنا لجد وكابتن لاعب كره إيه قدم إيه وبرضه محمد لاعب إيه كره قدم إيه نعم. ما شاء الله والله وانا معلق رياضي الله يسعد الوجه انا عملنا مباراه عشان عشان نشوفنا حقيقه او اخونا ابو ملهم عملنا نشاط ان شاء الله والله ان شاء الله باذن إيه تعالى ان شاء الله والله حتى اليوم ونحن جاهزين والله ان شاء الله 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 يبشرك الله بالجنة والله تبشر وعد مني نعمل لكم نشاط الله يبشرك بالجنة وعلق عليكم كمان الله يسعد الوجه الله يحفظك يعني انتم فريق كامل مبتوري الاقدام كم عددكم 20 شخص اكثر دخلوا معنا دخلنا معنا واحد جديد هلا من جنديرس كمان في واحد هلا مصاب هلا مصاب رفعنا له معناته دخلناه معنا عمره 17 سنه يا الله ما ان شاء الله ما تنهبط معناته اخونا ابو عامر دخلوا يعني هلا يعني في واحد مصاب من جنديرس هلا جديد هلا بدر هلا موجود بالمشفى المستشفى روح عند زبدك تزوره ودخلتوه في الفريق ايه هلا ليكم هيك ما قطعوها بفرجيك استنى ان شاء الله حتى يطيب سؤالي انتم اصاباتكم اصاباتكم اصابات حرب ايه كلها حرب حرب ها لك كم سنة مصاب؟ تسع سنوات تسع سنوات أنا من 2014 2014 2000 وبداية 2016 بداية 2016 الفريق اللي معنا من كل أنحاء سوريا موجود كلهم مبتورين ايه كل أنحاء سوريا ايه نعم نعم طيب الآن الزلزال لما حصل إيش حصل معك أنت؟ أوه عارف رعب بس أنا مرتعب من زمان بس إيه ترى رعب أكثر نعم الصاروخ نزل علي أنا ما صار لي شيء بهذاك الوقت بس بفترة إجي بس هذا الرعب أنا كنت نايم أنت صار الزلزال بدك تدبر حالك بس لبست بجزء من الثاني ونزلت من البيت والاسره طيبه وعيتي عم تتوضى ونزلت بكل هدوء كمان ما رضيت تنزل غير مستره وهي متوضيه والحجاره عم تنزل عليك بس ما اصابتك شيء الحمد لله لا بس الله يجير مصابنا الله يجير جنديري تعب احنا زعلنا علينا كثير سبحان الله المصيبه كانت هي هذيك الكبرى يعني احنا ما لازم نحكي قدامنا يعني صراحه لا انا كنت شيء مصيبه غيرها ايام كنت. ايام في مصيبتك نعم في ايام في جنديرس والواقع يعني الواحد شافه مأساوي الله المستعان نعم وكونوا انتم نفسكم يعني الان مصابين وبرضه انهارت بيوتكم وتقولوا يعني صبرنا ايه؟ هذا الابتلاء من رب العالمين فيك تعترض؟ لا 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 اعتراض احد من رب العالمين الله ودي يصيبك القدر ان كنت وين ما انا كنت قاعد بدي يصيبك قدرك نعم يا محمد طلع من البيت ما صلى شيء لو بدي يصلى شيء ما صلى شيء صح بس رب المحاماه هو واولاده انت العمر الحمد لله الحياه ظنك اه حياة ظنك الآخرة إنما العيش عيش الآخرة إن شاء الله الله يأجرنا ويكتبها في صحيفة حسناتنا اللهم بلكي الله يخفف عنا ونفوت على الجنة بدون حساب يا شيخ أي الله الله يعني مأجورين المسلم مأجور مأجور يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين صابرين ونستحي نحكي والله نشوف مصايب غيرنا يا شيخ نستحي نحكي يعني ما شاء الله عليك يا محمد يعني أنت سبحان الله يعني أصبت فقدت رجلك وبيتك فقدته وبارك الآن في خيمة وتقول يعني إحنا في نعمة كبيرة الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلامك هذا في الدنيا والله راضي يعني الحمد لله رب العالمين والله الله يحفظك إن شاء الله الله يبارك فيك خلاص إحنا إن شاء الله مستمرين على وعد المباراة إن شاء الله الله يبارك الله بارك الله فيك إن شاء الله بارك الله فيك طلبتوا مباراة في واحد مريض عايزين ترفع معنوياته في المباراة بارك خليها مبادرة جماعية إن شاء الله إن شاء الله على بركة على بركة الله إن شاء الله حياك الله الله يحفظك محمد بارك الله فيك شرفنا فيك طيب سبحان الله في كثير من الأحيان لما ربنا يسوقنا لناس مصادفة في كثير من الأحيان تكون العبرة الدرس اللي نأخذه منهم وشوف أبو محمد وأبو علي والمجموعة اللي موجودة رغم أنهم هجروا رغم أنهم مبتورين وأصبوا بالزلزال وفقدوا منهم من فقد أهله ومنهم من فقد منازله بعد هذا كله ينشر البشاشة وينشر الروح ومتقلبين بين الحمد والشكر لذلك تستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أنه في بداية أنه البلاء أصلا محمول على همة الروح فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه لتنزع من بين يديه وهو يحمد الله سبحانه وتعالى وهذا الذي نراه هو نزع للنفس من أحزان ومن مصائب لكن يحمد الله عز وجل فهذا الحديث منطبق على هؤلاء الشباب وعلى أهلنا في سوريا قد يعلو البنيان وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان سلام
هاما بقليل أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير النعمة لا تبقى قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما أنت المضمون لكونك والعنوان أنت العمران ما شاء الله يعني الشباب ما شاء الله استعدادات على أعلى مستوى طبعا بعد كأس العالم فحماس حماس كأس عالم تعال 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 يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حيا شباب حيا 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 الله حيا الله هذا 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 لما تحدي هذا هو ما شاء الله لا والله الله يحفظك ما كنا رياضيين لا لا ما شاء الله جاهزين ان شاء الله جاهزين ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله كيف حالك ان شاء الله طيب كله طيب وسط ولا مدافع لا هجوم اساسي ها ابو خالد الاول طبعا حارسنا طبعا شوف هم قالوا لي هذا كاسياس كاسياس تمام وقالوا لي هو خلطه بين مالك نوير وكاسياس وكورتوا خلطه فنشوف اليوم كيف الخلطه جاهز ان شاء الله جاهز ان شاء الله ان شاء الله الله يحييك ان شاء الله الله يحييك طيب الله يحفظك الله يحفظك يا رب ان شاء الله خلاص هذا اليوم كيف جاهزين ان شاء الله بيض وجهك باذن الله اكيد اكيد لابسين ابيض ابيض وجوه بيضة ونيتكم بيضة ان شاء الله اللعب ما يكون ابيض لا يا طيب لا جاك معلم ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله طيب شوف الفريق الثاني يعني الفريق الاول ما شاء الله من الاحماء باين عليهم لا جاهزين طيب السلام عليكم واضح في ضغط نفسي هنا كبير والله واضح في ضغط نفسي هلا حبيبي كيف حالك ان شاء الله طيب الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله حبيبي تعال تعال الكابتن هنا ما شاء الله الكابتن الكابتن لا الكابتن هنا بس جاهز جاهز اكيد اكيد بس حاسك متوتر شويه لا يا شيخ والله لا يا شيخ لا يا شيخ الله يا كابتن الله يحفظك هلا هلا استاذ يا هلا حبيبي ان شاء الله طيب ان شاء الله بخير يا محمد جاهزين ان شاء الله ان شاء الله نار اكيد باذن الله تعالى نار وشرار هم علي ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله بس انا والله حاسس انه فريقكم مضغوط نفسيا اكثر لا انت بتحس بس انا بحس بس بيان بالعمل هنا ايوه طيب احنا نستعد للتعليق ان شاء الله ونخليكم باذن الله تعالى مع البدايه باذن الله تعالى ان شاء الله مين محايد انا والله شوف القلب يميل مرات بس شوف شوف هنا العنابي خلاص معاكم الشباب يعني اكراما منهم حبوا ان تكون المبادره بجانب مدينة جنديرس عشان الناس تقدر تحضر وبعض الناس اللي موجودة هنا في المخيم يحضروا ويغيروا عليهم يرفهوا عليهم شوية فإن شاء الله لنحب التعليق وإن شاء الله تكون مباراة جميلة بإذن تعالى موعودين بمباراة ممتعة بإذن تعالى بسم الله الرحمن الرحيم التحية لكم أيها الكرام أيها الأحباب من أرض الأحرار من أرض الشام من الأرض التي قال فيها رسول الله اللهم بارك في شامنا من هذه الأرض المبروكة من أرض الشعب الثائر بأخلاقه ها هنا نجتمع هنا في الشمال السوري ها هنا نجتمع بجانب مدينة جنديرس المنكوبة وانهدمت المباني لكن لم تهدم القلوب ولم تهدم الأمال في بناء جنديرس وبناء سوريا فريق الصقور في مواجهة فريق جنديرس انطلقت صافرة البداية من حكم المباراة الحكم أبو بكر خميس الرجل الذي تتعدد مواهبه ومنها منها التحكيم الرياضي صافرة البداية دوح الحسن أبو علي يلعب الكرة في الأمام أبو علي محاولة هنا للاستلام والانطلاقة هنا أمامنا أمام المرمى محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن تصدي ما أجمل ما أجمل من جانب الرائع عبد الرحمن الناصر ومحاولة الانطلاقة التقدم للأمام والفرصة والانطلاقة داخل منطقة الجزاء الله 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 تصدي جميل وتحية تحية تحية لحارس المرمى الجميل قاسم المصري نسمع يا جمهور تحية لقاسم المصري على هذا التصدي ركلة المرمى هنا أمامنا إلى الآن
حراس المرمى هم نجوم هذه المباراة حتى الآن. نقلة أمامية ومحاولة داخل منطقة الجزاء، التسديدة، يا الله، ما زلنا في انتظار هدف الأول، محاولة المرور، يا سلام، مهارة، أي مهارة، أي لقطات مستوحاة من ميسي وبعضها من رونالدو. انطلاقة للأمام ومحاولة المرور هنا أمامنا، البحث عن تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب، استلام حاضر أمامنا ومحاولة للمرور، الانطلاقة والتقدم هنا داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب. أعتقد راحة يا أبو بكر، نستعد الآن إلى راحة قصيرة بين الشوطين، راحة بين الشوطين. لانطلاقة شوط المباراة الثاني، لكن قبل ذلك هناك بطل من أبطال جنديرس، النجم الكبير والرائع نعيم قلطان، تحية كبيرة 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 كبيرة، تحية كبيرة 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 للنجم نعيم سلطان أحد نجوم جنديرس والذي شرف هذه المباراة. سينطلق وسيبعد عن ضربة البداية وستركل ركلة البداية من خلال بطلنا نعيم سلطان، وكل الملعب يحيي نعيم سلطان، أكبر تحية أكبر تحية لنعيم سلطان، التحية لك يا بطل يا نعيم يا سلطان. استعدادا لركلة بداية الشوط الثاني من بطلنا نعيم سلطان، هذا النجم الذي تجسدت فيه روح الأمل، تجسدت فيه بطولة أهل سوريا وجنديرس لنعيم سلطان. ركلة البداية من جانب نعيم سلطان وانطلاقة لشوط المباراة الثاني من جانب فريق جنديرس وفريق الصقور، ونترقب فيها الكثير وعلى لحظات وفي لحظات نرى فيها بطلنا نعيم سلطان يزين هذا الملعب ويجمل لنا هذا الملعب، البطل الرائع والجميل نعيم سلطان. في لحظة في لحظة وفي غفلة يأتي الهدف الأول لصالح فريق جنديرس، بداية ما أجملها من بداية وهدف أول يأتي. تباس ومحاولة داخل منطقة الجزاء، ما زالت مستمرة المحاولة وداخل منطقة الجزاء المحاولة من جانب فريق الصغور، لكن خطأ هنا يأتي أمامنا وبطاقة صفراء، حكم المباراة لا يعرف الرأفة لا يعرف الرحمة، أبو بكر خميس مباشرة يخرج البطاقة الصفراء. هنا فريق الصغور في محاولة، هنا التسديدة، الله 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 يا أبو علي، الله الله يا أبو علي، الله الله يا أبو علي، أي احتفالية أي احتفالية، أبو علي يدول الهدف الأول، يدول الفرحة الأولى، الله يا أبو علي، أي فرحة وأي ابتسامة. وفي هذه اللحظات تنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح من الفريق الأبيض، الركلة الأولى لصالح فريق جنديرس، التقدم، التسديدة، السلام إلى خارج أرضية الملعب، والرائعة ووجهة نظري على مستوى العالم لا على مستوى جنديرس، تسديدة، يا السلام، هدف أول، نعم كلام نعيم صحيح. الركلة الترجيحية الثانية لصالح فريق جنديرس ونشوف الرد يا نعيم، التقدم هنا للأمام ومحاولة والتسديدة، الله جنديرس يرد يا نعيم، جنديرس الرد كان قوي من فريق جنديرس، نجم وواحد من نجوم المباراة، القائد الملهم لفريق جد، هنا متقدم، تسديدة، ننتظر الركلة الأخيرة، الركلة الأخيرة، هنا التسديدة، هدف لصالح فريق جنديرس. هنا أمامنا لحظات حاضرة
وأخيرة هنا في هذه المباراة. الكل يترقب، الكل ينتظر. هنا التسديدة ملعوبة وفي الجول. يا جول جول جول. نعم جول. الله 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 الله. فاز الفريق الأحمر، فاز الفريق الأحمر. قال نعيم سيفوز الفريق الأحمر. طبعا هذه المباراة تفضل فيها فريق عفرين للمقتورين، وتكرموا بأن جاموا البطل نعيم اللي فقد أسرته كاملة في الزلزال، وبقي فقط هو وأخته فقط من أجل أن يرفعوا معنوياته. فكانت مبادرة رائعة منهم، وتشرفنا صراحة بأن علقنا على هذه المباراة، ويكفي ابتسامته صراحة. ويمكن الرسالة اللي قدموها هم رسالة عظيمة جدا، يعني رغم الظروف اللي مروا فيها هم، لكن هم أصحاب عطاء وهم أصحاب فضل. فهذه من أعظم الرسائل اللي شفناها في الشمال السوري، والرياضة يمكن لها دور كبير جدا. وأنا أعتقد أن سوريا الفترة القادمة بعد الزلزال محتاجة تكاتف الجميع، كان المنظمات إن كان الرياضيين، ولا ينسوا الجانب النفسي لكل المتضررين من الزلزال. أول حاجة هرد لك هردك شوية أعرف شوية مين. أهلا وسهلا بك. يعني خسرتوا أبلادي أبلادي منك. هذه أبلادي هذه وجبة زي البرازة. أبلانا منك أبلانا. لا أول حاجة حضر أوفر. الله يكسر. الحمد لله الفريقين فايزين إن شاء الله. ربي تطعمنا الحجي أنا وياك بدي آمين إن شاء الله. والله يعني انبسطنا معك. ونحن انبسطنا والله. إحنا لعبنا كرة قدم كتير، بس متى جيتك هيك وحضورك معنا ما انبسطنا أبداً أبداً. هلا رفعت لنا المعنويات للمعنويات للجو. إحنا ما عرفنا نلعب يعني. لا والله والله أنت لو شوف بتاعنا لسا على المرج. هلا وين عم نخاف نشوط طوبات. أي والله شكرا ان شاء الله. لا والله الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اول حاجه لمي الحمد لله الهمه عاليه، همه عاليه وعلى بساطه الملعب. اي والله ولعبنا. لكن احنا ان شاء الله مستبشرين لكم ميدان محترم ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله تكون والله انبسطت فيكم كثير. الله يكرمك يا رب. نحن نتمنى يكون عندنا ملعب عشب نلعب عليه، يكون خاص لنا، ما حدا يقول لي اطلعوا من الملعب او ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله. المهمه هي تكون صحيح تقبل. ويومي والله انا علقت مباريات كثيره، لكن من امتع المباريات هذه المباراه والله. بارك الله فيك. احنا كمان انبسطنا كثير والله بوجودك معنا وبوجود نعيم يعني حل المباراه. الحمد لله والله. الله يكرمكم. نسال الله العظيم انه يرحم ويتقبل اهله من الشهداء ورفعنا له معنويات الحمد لله. وشب تقبل معنا الموقف هذا وانبسط الحمد لله. الحمد لله. ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. وتحية ليكم انتو كلكم. هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا. الفوز